لنعمل أكلة العدس مع الرمان ودبس الرمان نحن بحاجة له كوب من العدس المسلوق، بندورة مفرومة حبة واحدة، بصلة خضراء مفرومة كمان حبة واحدة، نص كوب بقدونس وكزبرة مفرومين، عصير ليمونة واحدة، حبة ثوم مهروس، معلقة صغيرة من الخل، معلقة كبيرة من دبس الرمان، نص معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الملح، زيت زيتون، بصل مقطع ريش محمر، وخبز مقلي كمان محمر. هلا بدنا نحط العدس، بنحط البندورة المفرومة، وبدنا نحط البصل الأخضر والبقدونس والكزبرة شوية من الرمان، الباقي للوجه، الباقي للوجه، والبصل المحمر اوكي. بعدين بدنا نعمل الصلصة او الصوص، بنحط ملح، شوية خل، ليمون، كمون، عقلب الكركم، ودبس رمان. حطينا ملح، حطينا كمون معلقة، وحطينا ليمون، وحطينا خل، خل وملح وليمون وكمون وتوم لا ما فيها توم. التوم من المفروض نحطه هون مع السلطة، وزيت. هلا بنحط شوية زيت، زيت الزيتون، زيت الزيتون، بنحرك الصوص منيح، في شيء نسيناه من مكونات للصوص؟ لا. ايش؟ لا ولا شيء. حطينا الليمون، حطيتي ليمون وخل ودبس رمان وكمون وملح وزيت زيتون، بس هدول هم. تمام. بنخلط المكونات، يعني ان شاء الله اكون عملتها زي ما حكت لي متابعتنا سناء، لها تحيه. جامعة بين حراق أصبعه وبين سلطة العدس. أيوة. هلأ طبعاً حسب الرغبة بنقدر نحط نزيد الخضار فيها، زي مثلاً زيادة بندورة، زيادة في ناس ممكن يحطوا إذا بحبوا خيار، بس أنا هيك يعني دلوني عليها بهاي الطريقة بالشام بيعملوها.